انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات في الآونة الأخيرة ونقص الخزين المائي في البلاد هذا العام بسبب قلة الأمطار مع زيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي، كل ذلك دفع بوزارة الموارد المائية إلى إطلاق كميات إضافية من الخزين المتاح في سد كان ومياه بحيرة الثرثار لتعزيز نهر دجلة. وعزت الوزارة قرارها إلى عدم الالتزام بتطبيق بنود الخطة الزراعية المقررة من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية بالتزامن مع قلة موسم الأمطار وعدم التزام المزارعين بالمساحات المخصصة للزراعة وبمقررات الخطة الزراعية لعام 2023 والتي اشترطت باستخدام المياه السطحية والآبار الارتوازية وتطبيق نظام المراشنة لزراعة المحاصيل الشتوية وكذلك التجاوزات على الحصص المائية من قبل أصحاب بحيرات الأسماك. وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت الأسبوع الماضي أن العراق خسر أكثر من 40% من حصص العراق المائية بسبب سياسة دول الجوار المتمثلة ببناء مشاريع سدود كبرى واستصلاحات زراعية ضخمة وتحويل مسارات الأنهر في بعض الأحيان.